هلا والله، معكم ايزو، رجعت لكم في مقطع جديد. تخيل معي عزيزي المشاهد، لو اودا مات قبل لا يكمل ون بيس، او سياما يموت قبل لا يكمل البارت الثاني من هجوم العمالقة. يب، ذا هو عنوان مقطعنا اليوم، مؤلفين ماتوا قبل لا يكملوا قصتهم. بس قبل أن نبدا المقطع جبت لكم مجتمع سبيد. قد مرة تابعت مسلسل رهيب وحراق كذا واحداثه مرة قوية، بس ما انت بعارف حد يشرحها لك ولا حد يعني تتناقش معه بالاحداث، او قد مرة رسمت رسمة بس ما انت بعارف تكملها وتدور على الرسامين يساعدوك. في مجتمع سبيد حتحصل مختلف الاهتمامات والمجالات اللي تهمك، من انمي وكورة ومسلسلات والى اخره. وغير كذا عندهم فعاليات رهيبة لكل اهتماماتك. ومو بس كذا، برضه في مجتمع سبيد في بطولات تدعم الرسامين والناس الموهوبة، وغير كذا في جوائز مرة رهيبة وصحوبات ما لها نهاية. اذا حاب تنضم للمجتمع سبيد حتلقى رابط الجروب في الوصف. وبس قبل نبدأ المقطع، ملاحظة بسيطة، المقطع هذا بيكون برعاية التنمر على توغاشي. وبس خلونا نبدأ المقطع. انمي كوريون تشين تشان. تشين تشان هو الطفل اللي عمره 5 سنوات، وهي الشخصية الرئيسية في انمي كوريون تشين تشان. الانمي ذا عبارة عن انك بتتابع مغامرات الطفل تشين تشان اللي تدور بين عائلته واصدقائه وجيرانه والكوكب كامل باختصار. الانمي هذا عنده شعبية كبيرة في اليابان، ما حتصدقني لأي درجة، بس شعبيته مرة كبيرة زي انمي ديث نوت وناروتو عندنا في الوطن العربي وفي بعض دول شرق آسيا، حيث حتى ان ترجمة النكت تكون دقيقة مرة من ترجمتها للعربي والانجليزي. مثلا لو تشوف المانجا والانمي من اول نظرة حتاخذ انطباع مرة سيء وتتوقع انه القصة والاحداث غبية، بس في الواقع هذا من الانميات اللي تخليك تفقد السيطرة على نفسك من الضحك. مؤلف هذا الانمي هو شيتو اوسوي، وتوفى سنة 2009 بسبب سقوطه في جرف في احدى الجبال، لكن موته ما كان نهاية السلسلة. فريقه بدأ سلسلة جديدة وسموها نيو كوريون تشين تشان. الحين انا قاعد انتظر سلسلة نيو هانتر من فريق توغاشي اللي تعتبر من ثامن المستحيلات انها تصير. يعني انمي جيتر روبو. قصة جيتر روبو باختصار تتكلم عن 3 مراهقين يتحكمون في 3 روبوتات مقاتلة، يمكن دمجها في روبوت واحد. الروبوتات هذه كل واحد له خاصية معينة، واحد للقتال الجوي والثاني للقتال الارضي والثالث للقتال البحري. قضية جمع الروبوتات هذه كانت تعتبر امر استثنائي وجديد في البداية، بس في النهاية صار شيء مرة شائع ومحبوب في اغلب انميات الميكا. توفى مؤلف المانجا كين إيشيكاوا سنة 2007، وتم إكمال المانجا بناء على مسودات وملاحظات كان تاركها الفريق عمله. أتمنى يكون توغاشي تارك مسودات أو على الأقل ملاحظات، يعني حتى لو مات ما نضل معلقين في الهواء. إنمي العنقاء. أوساما تيزيكا اللي يعتبر الأب الروحي للمانجا، يعني كان أول شخص في التاريخ يسوي مانجا، واللي كانت بعنوان أسترو بوي، وعندها برضو أعمال مشهورة مثل بلاك جاك. وفاته كانت سنة 1989 بسبب سرطان المعدة، وكانت خلال عمل على مانجا العنقاء اللي تتكون من قصص كثير تحت موضوع واحد واللي هو البحث عن خلود، واللي دائما ما يكون مستحيل أو لعنة. وفي إحدى المرات لما أخذت الممرضة أدواته ظل يطالبها تخليه يعمل حتى آخر أنفاسه، مو بزي توغاشي اللي شكلها يقعد في المستشفى يطالب الممرضة تشيل أغراضه اللي أصلا ما قد جابها معه وما يدري فين حاطها آخر مرة. انمي درايمون. يب، نفس الانمي حاليا يعرض على سبيستون. سلسلة درايمون تعتبر واحدة من أطول الانميات، تتكلم عن جيت روبوت يسافر عبر الزمن علشان يساعد طفل اسمه نوبي ويمنعه من تراكم الديون اللي خلى أحفاده يسددوها بعد أجيال من وفاته في المستقبل. بعد وفاة المؤلف توقف الانتاج لفترة مرة طويلة، لكن عادت السلسلة بحلقات جديدة، وفي بعض الأحيان حلقات قديمة نشوفها مع إعادة انتاج. مؤلف المانجا فوجيو فوجيكو، ما أدري إذا نطقت اسمه صح، مات سنة 1996 بسبب سرطان الكبد، وحصلوه ميت في مكتبه وهو ماسك قلم. تخيلوا معي توغاشي يلقوه ميت وماسك قلم، اللي ما يعرفه يقول هذا مجتهد وما يخلي القراء ينتظرون أكثر من أسبوع بين الفصل والثاني. أظنه يرجع درايمون وما يخلو توغاشي يبدأ هانتر، يكون الحال أفضل من الانتظار. مانجا آلة الأحلام. القصة عبارة عن مغامرات خيالية، والعناصر الرئيسية في القصة هي 3 روبوتات، وما كشف الكاتب ساتوشي كون عن أي معلومات ثانية بخصوص الأحداث. كيف يعني مانجا ما نعرف الأحداث؟ يب، الكاتب عاوز كده. على خلاف المؤلفين اللي شفناهم في القائمة، ساتوشي مات بسبب سرطان البنكرياس، بس وفاته ما كانت أثناء فترة العمل على مشروعه، بل مات حتى قبل ما يبدأ المانجا، وظلت آلة الأحلام مجرد فكرة على الورق إلى يومنا ذا. وهذا شيء تمام اللي كان لازم يسويه توغاشي، ما يبدأ هانتر من الأساس، ما عنده قدرة يكمل، يخليها مجرد فكرة على الورق أحسن ما تصير جزء من أحلامنا. وبس إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى لايك والاشتراك في القناة. كان معكم أيزو، في أمان الله.